السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده باذن الله نشوف مهارات جديده ونعمل مع بعض وصفات ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. في البدايه وبدايه الشوط الاول خلينا نقول هنعمل ايه النهارده. النهارده هنعمل مكرونه لطيفه جدا بالخضروات، اي خضروات موجوده. الميزه ان احنا مش هنسلق بقى المكرونه، احنا هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، كلها في طاسه واحده او حله واحده او ايا كان، نشوف كده هتطلع معانا عامله ازاي. خلينا نقول مقاديرنا وبعدين نبدا نحكي عنها مع بعض واحنا شغالين. بسم الله، عندي مكرونه سباكيتي. طبعا نوع المكرونه ده زي ما حضراتكم تفضلوا، انا النهارده عاملاها بالسباكيتي، حضراتكم تقدروا تعملوها باي نوع تفضلوه. طيب عندي نص كوبايه من الفلفل الرومي، نص كوبايه من الطماطم، نص كوبايه من الفلفل الالوان، وعندي كوسه مبشوره حطها في الزحمه كده عشان الولاد، وعندي بصله مفرومه وبقدونس، وطبعا كوبايه من عصير الطماطم، عندي ثوم مفروم، زيت زيتون، ملح وفلفل وميه. بصوا بقى التيست بتاع المكرونه دي بيتعمل في كتير جدا من الاوتيلات، يعني اي اوتيل بنروح، انتوا عارفين في اي اوبن بوفيه او اي مكان فيه بوفيهات بيبقى لازم في قسم او في يعني بارتيشن كده او جزء بيبقى معمول للايه، باستات المكرونات والحاجات دي، بيبقى واقف كده شاف يعملهم. فالحقيقه التيست اللي بيعملوه ما بيحطوش فيه بصل كتير قد ما بيحطوا الثوم في المكرونه دي بصوص كده سريع. انا النهارده يعني حاولت اخد من الطعم بتاعهم الحلو اللي الاولاد بيحبوه مع شويه خضروات احنا نعملها. فخلينا نقول كده بسم الله. انا هنا بسخن ميه سخنه، خليني الاول احط كده في البان الاول. انا عايزه اخد تشويحه وهخليني اعملها بس كده، لان لازم اشوح البصل، مش هينفع احطه ني. بسم الله، هاخد كده معلقتين زيت زيتون، ممكن زيت نباتي اللي حضراتكم تفضلوه. هحط البان هنا على النار وهاخد اول حاجه البصل تشويحه بسيطه عشان ما ينفعش يبقى ني. بسم الله، لو حضراتكم عايزين تعملوها كلها ني في ني، يعني من غير ما تسووا حاجه خالص، ممكن تستخدموا البصل الاخضر في الحالة دي هيبقى جميل، أو الكرات كبديل هيبقى برضو جميل، إن هو من عائلة البصل الأخضر. قولولي لو معانا حد، قولولي. هاخد رشة من الملح مع البصلاية كده، وطبعا رشة فلفل، بطعم بس البصلة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنشوح كده تشويحة حلوة. طبعا المكرونات من الوجبات اللي كتير من الولاد تبقى سريعه قوي لينا، لما نعوز نعمل وصفه يعني سريعه بتكون مكرونه كفته جنبها بانيه جنبها كفته مثلا فراخ او ستريبس او فراخ مقرمشه. النهارده احنا هنعمل تشيكن ستريبس بطريقه بسيطه جدا وزي ما بتتقدم في المطاعم، بس بمنكهات ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم وتنول اعجاب الولاد. نعملهم حاجات سريعه في البيت حلوه هتبسطوا بيها جدا جدا. والحقيقه هي من الوجبات السريعه المفيده المكرونه اللي بالخضار دي، ان شاء الله تعجبكم. خلينا ناخد اول تليفون معانا، ام جزيل. ايوه يا شوف عظيمه، ازيك؟ صباح الفل عليك يا ام جزيل. صباح العسل عليك يا قلب، كل سنه وانت طيبه يا قلب. وانت بالف صحه وسلامه حبيبتي. تسلم ايديكي جميله. تسلمي تسلمي يا روح قلبي، تسلمي. بصي بقى في سلام مخصوص بقى معايا حبيبتي ايلا يا روحي. مين عايزه اتكلمك قوي دي؟ هاني يا ايلا. كلميها يا ايلا. اهلا يا شيف عظيم. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا روح قلبي؟ ايوه. ايه الاسم الحلو ده؟ انا عايزه بحبك. وانا بحبك قوي يا روح قلبي. يا روحي انا بحبك اكتر. اكلك جميل. اكلك جميل. تسلمي يا قلبي، واشكري انا، اشكري تيتا كتير. حبيبتي يا ايلا تسلمي لي يا ايلا، ميرسي ميرسي وميرسي، واسمك جميل قوي قوي بجد، اسمك حلو جدا، اول مره اسمع الاسم الحلو ده. يعني ايلا بالنسبه لي اسم جديد. طيب هنشوح كده، ربنا يبارك فيها يا رب. شوح وبعدين هحط الثوم. بسم الله، ثوم طبعا مفيد جدا وفي نفس الوقت برضو اطلع الطعم الني ده سنه. بص انا اديت تشويح حلوه كده. الناس اللي مش بتحب البصل ده يكون في الاكله واضح، حضراتكم حطوا مكانه بصل باودر وحطوا مكانه ثوم باودر. انا بس دايما بدور على الفايده علشان احنا الولاد يعني من كتر الاكل السريع ما بقوش يعني يشوفوا الحاجات دي بقت بالنسبه لهم لا مش عايزين، ف بالتعود.
معانا ام اسلام. يا صباح الورد. يا صباح الهنا. مني انا. الو. اهلا اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. احساني والله. انت اكتر يا روح قلبي. طمنيني عليك. ربنا يخليك يا حبيبتي. حبيبتي تسلمي يا رب. الحمد لله الحمد لله. ايه الاخبار؟ طمنيني. اهو ادينا بنجهز وربنا ييسر الحال. يا رب على خير يا رب ويفرح قلبكم دايما. تعيش يا حبيبتي وربنا يحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا رب العالمين. امين. مالكيش اي طلب بقى؟ تسلمي لي يا ام اسلام بجد، شكرا وصباحك رضا من رب العالمين يا رب. بصوا بقى انا حطيت الخضروات كده، وبعدين هاخد المكروني الحلوه دي. طبعا المكروني بصوا وانا لو غالبا بحطها سليمه، بس انا عايزه ايه، خليني اقسمها عشان تطلع على قد البان. هحط كده بسم الله. هي ممكن ما تتحطش يعني الا سليمه، بس انا عشان خاطر الطاسه تبقى مظبوطه على قدها. المهم يا ريت نستخدم الثوم الفريش بجد في الاكل بتاعنا، ولو حضراتكم عايزين تعملوه مجفف او تجيبوه مجفف اعملوه انتم من ثوم فريش احسن، لان هو اصلا من الناس اللي عندها بقى مشكله في الكوليسترول. على فكره هو بيخفض من نسبه الكوليسترول جدا. في ناس كتير بتاخده، يعني اصدقاء لينا فلسطينيين او كده، بيقلل فكره الجلطات جدا. طبعا هو قوي للمناعه ومهم جدا للمعده، الحوامل مفيد ليهم. وهو من الحاجات اللي يعني لما بيبقى فيه لا قدر الله اي حاجه كانه بالظبط مضاد حيوي قوي جدا. بيقلل من مخاطر كمان تسمم الحمل. خليني اقلب بس الصوص ده كده. عصير طماطم بصوا كده كده بصوا بسم الله. هحط كده من الصوص. بصوا التوم ده انا فعلا بقول لحضراتكم مضاد حيوي طبيعي بجد جد، بس الناس اللي عندها قرحه ما تاخدوش على الريق. يعني الناس اللي بتعاني من قرحه في المعده استحاله تاخده على الريق، لانه هيتعب فم المعده جدا. لكن هو يتاكل، يتاخد بعض الفطار يعني على حسب طبعا حالتهم. تمام بصوا كده حطيت العصير الطماطم وحطيت المكرونه وحطيت الخضروات كلها وسبتها، لان الخضروات انا عايزه استفيد منها فريش، عايزه يعني ايه ما اسويهاش قوي فاضيع بقى كل الفيتامينز اللي فيها. فانا يا دوب شوحت بس البصل والثوم، وزي ما قلت لحضراتكم لو عايزين بدائل ليها ثوم باودر او بصل باودر مفيش اي مشكله. حطيت الصوص بتاع العصير الطماطم هنا وهسوي فيه المكرونه دلوقتي. عايزه اقول لكم هتطلع رائعه. طبعا هنقلب كل الحاجات دي مع بعض. حلو بصوا كده عايزه اقلب وهحط طبعا ميه سخنه. انا دلوقتي مسخنه ميه من الكاتل. بسم الله الرحمن الرحيم. هزود شوية مية سخنة لازم اهو، وبعدين هنشوف الملح بقى مع بعض اهو. خلاص كله في نفس الايه المكان. وطبعا معايا حاجة كده زي شوكة، ده افضل علشان اقلب فيها الحاجات الجميلة دي وتبدا المكرونه. بصوا بقى والكوسه والحاجات، وهي الميزه كلها انها في نفس الايه الحله. طبعا بقى اللي عايز يحط مثلا عندكم قطع فراخ باقيه ماشي، انا بس قصدت بالخضار نوع من انواع التغيير، لان انا عامله جنبها ستريبس ودي بتبقى حاجات لطيفه جدا الولاد بيحبوها. ولو حتى عندكم فراخ باقيه نقدر نضرب الفراخ دي ونعمل منها كور صغيره زي الكفته وتتحشي فيها قطعه كده من الجبنه الموتزاريلا، وتعملوا لها كده بيض وبقسماط او اللي هي رقائق الذره ينزل مكان البقسماط، بيحبوها قوي وياكلوها وتبقى سخنه وحاجه مفيده. استفدنا بحاجه باقيه عندنا. طبعا هسيب اخر شويه كوسه للاخر والبقدونس حطيت منه جزء وهسيب الباقي للاخر. طبعا الملح والفلفل هنشوفه مع الوقت. انا مش حاطه اي توابل تايم، انا حطيت زيت زيتون وحطيت الفلفل الالوان والطماطم زي ما حضراتكم شايفين كده، وحطينا كوسه مبشوره. اللي عندكم بقى
كمان قرع، يا سلام، حبه صغيرين كده نص كوبايه بيفيد جدا وبيدي طعم حلو. بس انا هفضل ان انا اعمله لحضراتكم مره تانية مكرونه بالقرع بس. خليني كده اشوف قطع من السيلفر، بصوا كده ممكن اغطيها شويه، انا عشان عايزه اقلبها كل شويه عشان ما تمسكش في بعضها، فانا ممكن اغطيها كده شويه عشان تبقى اسرع في التسويه بتاعتها. وقولوا لي معانا مين، ماشي انا معاكم، هغطيها بس شويه صغيرين، تبدا كده تاخد وتدي في السوا. وهنعمل النهارده من الوصفات الحلوه برده اللي هي يعني اولادنا كتير قوي بيحبوها بياكلوها بره، غير الفرنش فرايز او البطاطس المقليه او اللي بناكلها بره، في كمان الويدجز. الويدجز دي حلوه قوي ونقدر نعملها في البيت، والميزه انها بتتشوي في الفرن فهي حاجه صحيه. اي حاجه حضراتكم حابين تستفيدوا منها بديل للمقلي اعملوه في الفرن، وصدقوني الطعم بيطلع رائع. اهم حاجه نسويها صح في الفرن. فالويدجز هنعملها النهارده مع بعض، وبرده خليني اسمحوا لي نقول المقادير بتاعه البطاطس الويدجز. عندي بطاطس متقطعه صوابع وهوري الشكل لحضراتكم دلوقتي. عندي زيت زيتون وعندي بشر ليمون، وممكن ناخد مكانها الليمون ده بيبقى في منه باودر يعني بيتباع عند العطار. وفي كاري عندي وبابريكا، كزبره جافه، توم باودر، وحطيت رشه من الزعتر وطبعا ملح وفلفل. التوابل المحببه عند حضراتكم هي اللي تستخدموها في الوصفه دي، بس انا حطيت معظم التوابل اللي هي ايه اللطيفه في يعني كمجموعه توابل، تمام يعني طعمها حلوه ومستصاغ كده. وهنبدا بقى ايه نبص بصه كده على المكرونه، بصوا، وبالشوكه، بص بدات لسه تطرس قدامها شويه، انا هغطيها بس انا لازم كده عشان ما تلزقش في بعض. ومهم قوي الميه السخنه اللي حطيناها مع عصير الطماطم، عايزه اقول لكم هتبقى متسبكه وحلوه جدا، هتطلع رائعه، الريحه روعه. معانا مين؟ معانا منال، يا اهلا وسهلا. صباح الفل. يا صباح الفل على عيونك حبيبتي، اهلا وسهلا. ايه الحاجات الجميله اللي انت بتعمليها دي؟ بصراحه عايزه اشكرك برضو على الكفته بتاعت العدس بكفه. يا رب يخليكي، حضرتك جربتيها؟ جميله اقتصاديه، وعجبتني جدا ان هي كمان اقتصاديه ومش مكلفه وسريعه كمان معايا يا شيف عظيمه. الحمد لله حبيبتي، الحمد لله كل ذوق. انا دلوقتي عماله بجرب في كل حاجاتك فعلا، انت افدتينا شويه يعني كتير كمان مش شويه صغيره. الله يسعد قلبك. وعايزه اشكرك كمان انت وكل الفريق اللي عندك على المعلومات الجميله اللي انت قلتها لنا دلوقتي. تسلمي يا رب، كتر خيرك. يعني انا عارفه المعلومات دي، بس برضو ايه يعني انت بتصحصحينا برضو، وبرضو بتفكرينا يعني الثوم، البقدونس، الحاجات صحيح. اللي احنا برضو بننساها. صحيح حبيبتي، تسلمي لي، كل ذوق والله، تسلمي لي حبيبه قلبي، دايما كده في تقدم يا شيف عظيمه والله. امين يا حبيبتي. طب مالكيش اي طلب بقى قولي لي؟ والله ليا طلب، نفسي يعني نفسي اعمل هو الصبيط المحشي اللي هو الصغير، مش عارفه اسمه صبيط ولا كريماني. كاليماري، ومش عارفه ايه الفرق بينهم هما الاثنين. هو نوع من انواعه، بس ده كبير وده اصغر في الحجم، يعني الصغير بنقول عليه كريماني. والكبير الصبيط. انا دوته مره في المحل بتاع سمك. أيوة. كانوا عاملينه محشي كان تحفه بصراحه. هو بيبقى محشي، اقول لك على وصفه ليه جميله جدا. انت عايزه تحشيه فيه جمبري وكده، ولا عايزه تحشيه رز؟ انا عايزه احشيه رز عادي. رز، ماشي، حاضر. من عينيا، عينيا الاثنين، عينيا ليكي يا فندم، نورتيني وشرفتيني، تسلمي لي. طيب انا طبعا هاخد دول هنا كده. انا بالنسبه لي هقول لك على وصفه جميله، بس هنخلص الويدج سوا وابدا اقولها لحضرتك من عندي والعندي. طيب برضو بوريكم هنا، نعملها لك كمان في حلقه عشان اصدقائنا لو حابين يجربوا. بصوا البطاطس اولا لازم اغسلها كويس، ولازم اخصص فرشه لغسيل الخضروات بعيدا تماما عن فرشه لغسيل اي حاجه تانية عندي في المطبخ، وتبقى دي خاصه بالخضار، ولازم اطهرها بالخل بعد ما اخلص وانتهي منها، وانفضها كويس واحطها في صفايه تنشف يعني. وطبعا كل فتره لو اذا كان متوفر غساله اطباق وحطيناها فيها من ضمن توصل لحراره تمام، او في ميه سخنه بتغلي مع الخل عشان تتعقم دايما. خلاص
هغسل البطاطس وانزل من عليها كل الحاجات دي، وبيبقى في بطاطس كمان بتتباع كده صغيره اصغر شويه ممكن ننقيها احنا من عند الخضري، بس تبقى البطاطسايه حجم واحد عشان تدي لحضراتكم بصوا الشكل يبقى مظبوط جدا. هاخد كده التوابل دي كلها هعملهم ميكس عشان هي دي اللي هتطعم، ودي قشر الليمون ما تخافوش ما بيمررش، انا باخد الجزء الاصفر بس ما باخدش يعني الجزء اللي فيه الابيض عشان ما تمررش معايا. وهاخد هنا الكزبره الكاري، رشه الزعتر دي جميله جدا، ورشه كده من الكزبره الجافه والكاري، طبعا توم باودر، عايزين تحطوا بصل باودر ماشي الاثنين، بس طبعا هي التوم بيبقى احلى معاها. هاخد كده رشه من الملح والفلفل بسيطه، ورشه من الملح عشان البطاطس شويه بيبقى ناقصها ملح. خليني اقلب بقى الايه الخليط ده الاول كده، وبعدين هنزله فين؟ على هنا على البطاطس. خلاص كده الاول، عايزين بقى تعملوا من الوصفه دي يعني من الحبه دول شويه كده وتشيلوا الباقي هتبقى رائعه. عايزين تجيبوها جاهزه، في وصفات بتبقى مثلا عند العطارين بتتباع بتبقى ايه هي كده يعني، يقول لك ايه دي للبطاطس، توابل للبطاطس بمنكهات معينه، وادي رشه زيت الزيتون. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده مع بعض على الصاج، وخلوا بالكم البطاطس تدخل الفرن حراره 180 على الشبكه في النص، ودايما نقلبها كل شويه. تمام، وهوريكم شكل برضو، بصوا كده وتبقى كده على الظهر، يعني تاخد كده من التوابل بتاعتي ونيمها كده على الظهر زي ما حضراتكم شايفين، تبقى واقفه كده عشان تستوي كويس. وتاخد من التتبيله، حطيت التتبيله الاول الجافه عشان تطعم بيها البطاطس كويس، وبعدين الزيت يخليها تثبت بقى فوقها لما ايه اعمله. اهو شايفين ازاي، تقدروا تستخدموا التتبيلات الجاهزه من العطاره، وتقدروا تعملوه زي ما انا عملته. انا بصراحه بحب اعملها في البيت لان كل مره ممكن تبقى بنكهه مختلفه، يعني احط توابل مختلفه معاها فبتبقى الطعم مختلف شويه. اهي خلاص كده، يلا بينا بقى استسمح حضراتكم ندخلها دلوقتي بقى الفرن. بسم الله بسم الله، اهو فرن سخن على الشبكه هنا في النص، وهسيبها هتاخد حوالي 25 دقيقة مثلا على حسب احنا مقطعين البطاطس دي قد ايه. بنقدمها كده زي ما حضراتكم شايفين، طبعا بتبقى رائعة طعمها حلو، ممكن تتعمل مع ساور كريم مع سلطة زبادي، الولاد ساعات بيحبوها، بس انا مش عايزة كل حاجة اقول لحضراتكم كاتشب ومايونيز والجو ده يعني ايه مش بيفيد قوي. خلينا نشوف تقليبة للمكروني قبل ما نطلع. بسم الله، بصوا كده بدأت تطرى، واهم حاجة ان انا افرفط كده. خلوا بالكم انا ما حطيتش زيت غير في الاول، فانا دلوقتي ممكن اضيف معلقه واحده من زيت الزيتون، حطيت بس وانا بشوح الايه البصله، وممكن احط معلقه صغيره كمان من زيت الزيتون اهو، ونقلب بقى وهسيبها تاني اغطي عليها تاني. شوفوا بدات تتشرب ازاي، وما ينفعش اسويها بس في عصير طماطم، لازم يبقى معاها ميه سخنه. طيب هقفل بقى كده واسمحوا لنا، هنطلع دلوقتي لاستراحة بعد ما انتهى الشوط الأول، ونستعد بعد الاستراحة إن شاء الله لبداية الشوط الثاني مع حضراتكم، هنعمل فيه تشيكن ستريبس في انتظاركم. أهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا من الاستراحة ونبدأ مع بعض الشوط الثاني. عملت المكرونة، عملناها بطريقة سهلة وبسيطة، بصوا كله في إيه في نفس الطاسة، بس بقى اتصلصلت حلو واتسبكت واخدت بتتشرب بقى من كل الخضار، وانا ما سويتش الخضار، انا حطيته معاها ني الفلفل الالوان والطماطم بس شوحت الثوم والبصل عشان انا حابه ان انا احطه فريش. اذا حضراتكم حابين تحطوه مش فريش خلاص يعني زي ما حضراتكم تحبوا، وعلى فكره لما يجي الموسم بتاع الثوم ده احنا ممكن نعمل شويه مجففين، مش لازم يبقوا كتير يعني، ناخد شويه كده نفصصهم ونجففهم واحنا في البيت نعملهم بايدينا، وان شاء الله يوم نعمل حلقه خاصه توم باودر وبصل وبابريكا وحاجات جميله، ونعمل الصلصه معجون الصلصه، بس هيحتاج شويه شمس حلوين، فرصه نستغل الصيف
في موضوع الشمس ده، واللي عايز يعمل بسطرمة كمان انا جالي طلب خاص على الانبوكس. حاضر، انا عملتها قبل كده لو انتوا حابين ترجعوا للحلقات، لكن هعملها معاكم طبعا اكيد مره ثانيه عشان اصدقائنا ينضموا لينا من خلال مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا من خلال شاشه قناه الاهلي. طيب هنبدا في التشيكن ستريبس. انا هقول لحضراتكم الوصفه معانا وتنزل المقادير دلوقتي ونبدا نتكلم عنها. طبعا هنا بستخدم الصدور، صدور الدجاج. تسلم ايديك. عندي بالظبط كده صدور دجاج متقطعه شرايح، عندي توم باودر وبصل باودر وبابريكا، بهارات فراخ، وعندي ملح وفلفل، وعندي زيت. طيب طبقه التغطيه هدي لحضراتكم كذا بديل زي ما تحبوا. عندي انا بيضه واحده، كوبايه من اللبن، عندي بقسماط او بديل البقسماط دقيق زي ما بيتعمل في المطاعم كلها بتعملها بالدقيق، او دقيق وشوفان، او دقيق ورقائق الذره اللي بيحبوها الاطفال، بتتفرم في الكبه او نطحنها ونستخدمها. اللي حضراتكم حابينه ممكن قوي تعملوه في الطبقه اللي هي الكوتنج بتاع او طبقه التغليف بتاعه الفراخ. انا حبيت اعمل الطريقه البسيطه، ولو حضراتكم حابين تنوعوا فيها ترجع لحضراتكم حسب الامكانيات الموجوده. طيب وصفة المكرونة دي تنفع فيها عندي لو عندي شوية خضار وعايز أعمل طبق مكرونة بالخضار وأعمل جنبه شوية كفتة، أطلع مثلا الفراخ زي ما احنا اتفقنا اللي باقي عندي وأشتغل بيها وصفات سريعة، أدخلها فيه برضو كفتة فراخ وأروح عاملاها حتى لو كانت مستوية. في حاجات كتير قوي أقدر أشغلها في البيت بسيطة ببساطة، وتبقى يعني إيه طلعت من الوصفة دي وصفة تانية عملية أكتر. طيب هاخد كده بولة، واولا هكسر البيضه هنا، اسمحوا لي اجرب البيضه باذن الله تطلع ان شاء الله كويسه عشان انا بخاف من البيض في الصيف قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده البيضه تمام، بصوا السوائل حواليها كويسه جدا، اذا هي طازه. طبعا بيبقى مكتوب على البيضه لو بنشتري يعني مش كرتونه، نبقى برضو مراعيين ان هو يكون فريش. امسكوا البيضه تلاقوها تقيله وتبقى مليانه بالصوص، يعني البيضه طول ما هي تقيله تمام، لو خفيفه اعرفوا ان الخليط اللي جوه ده جاف وما بقاش مظبوط. طيب هنبدا بقى اول حاجه، انا هاخد كده الاول هنا هحط البيضه، وطبعا هحط معاها رشه ملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد اللبن شويه، انا مش عامله كميه كبيره يعني، وخليني اخد كده شوكه نظيفه. بسم الله. هنقلب الخليط ده الاول زي فكره البانيه، ما احنا البانيه برضو ممكن نعمل ده، بس انا البانيه ممكن ما احتاجش اللبن، بس في ناس بتحب تحط له لبن. انا بحط للبيض ده لما بعمل التشيكن بانيه او الفراخ البانيه بحط لها شويه ميه، بحل الماده اللزجه بتاعه البيض بشويه ميه صغيرين واروح مقلباه، او بشويه لبن زي ما حضراتكم تحبوا المتوفر عندكم. كده احنا جهزنا البيض واللبن، ومعانا محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد. انت شيخه عظيمه. اهلا وسهلا. زي الحمد لله بخير، ربنا يكرمك. تسلم. ازي حضرتك عامله ايه؟ انا بخير الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت بالف صحه وسعاده يا رب. ولد عايز اعرف طاجن اللازانيا يا فندم. طاجن اللازانيا من عيني انزله لحضرتك واقول لك طريقته من عينيا الاثنين استاذ محمد. حاضر. وممكن افندم تصرحين على اختي بس؟ ممكن ايه؟ بقى ايه يا ولاد؟ تصرحين على اختي عشان هي زعلانه مني. زعلتها ليه؟ حاضر، هي اسمها ايه قول لي؟ اسمها ايه؟ سمعتوا يا ولاد الاسم؟ زينب. حاضر. حاضر يا محمد. من عينيا. شكرا ليك يا محمد. بصوا بقى انا حطيت كل التوابل هنا زي ما هعمل بالظبط او ما عملت مع البطاطس الويدجز، حطيتها كلها الاول على الجاف، وهحط معاها شويه من الملح وواحده من الفلفل. وبعدين بصوا بقى هقلب بس تقليبه حلوه كده، وهاخد الفراخ دي هنا اغلفها كويس حالا، وناخد حاجه سعاد. سلام عليكم.
حاجه سعاد. ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ ايه يا حبيبتي ازيك؟ عامله ايه؟ انا بخير طول ما حضرتك بخير يا فندم. صحتك؟ الحمد لله، تسلمي لي يا رب. ربنا يبارك لك. انا عايزه انا بكلمك عشان اشكرك على كفته العزم. يا حبيبي الله اكبر عليك. يا رب يخليك يا فندم. تسلم ايد حضرتك. جميله تسلم ايدك بجد، انا عملتها واول مره اعملها، جميله قوي. الحمد لله، تسلم ايد حضرتك والله. ربنا يبارك لك يا بنتي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ويديك الصحه و قولي الكابتن الخطيب احنا كلنا معاك، ويمكرونا والله خير المكرين، والحمد لله يا بنتي. حبيبتي تسلمي يا حاجه سعاد. ربنا يبارك. الله يخليكي وتسلم ذوق حضرتك، وشكرا على مكالمه حضرتك الغاليه والله، مكالمات حضراتكم عزيزه عليا. محمد هنزل لك اللازانيا، وعايزه اقول لزينب، يا زينب انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي، حطيها حلقه في ودنك. مفيش زعل بين الاخوات، مفيش حاجه اسمها انا زعلان من اخويا او اخويا زعلان مني. اللي احنا فيه دلوقتي ده مش صح. اولا ما ينفعش تتخاصموا اصلا، يعني لازم تبقى كل واحد فيكم يتصفى للتاني، واللي زعلان من حد من الاخر لازم يقول له انا زعلان ولازم يراضيه. واسمح لي اقول لك يا محمد، انت الراجل، راجل دايما بيحتوي، يعني انت الاخ، انت السند، فانت لازم تحتويها، ولو هي زعلانه من حاجه تراعي زعلها فيها، زي ما بيقولوا ايه، احنا حاجات بسيطه كده، بس الفروق في الفكر بين الراجل والست مختلفه. فاكيد اللي انت شايفه صح، هي ممكن تكون عايزه تعبر عنه بطريقه تانية، ايا كان انا معرفش ايه الزعل، لكن مش المفروض تسيبها زعلانه. وانت يا زينب لما يجي يصالحك اعرفي ان ما ينفعش اصلا تزعلي منه، هو ده سندك، وسنشد عضدك باخيك، ما قالش حاجه تانية، ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يذكرها بحاجه تانية باي حد تاني. فنحط ده قدام عينينا وننسى بقى الحاجات اللي بتحصل وحشه دي في الدنيا الواحد بيصادفها، لانه ما ينفعش، ما ينفعش خالص. اتمنى يا رب انه بعد المكالمه بتاعت محمد دي ان انتوا تتصفوا، ما يبقاش في حاجه بينكم ابدا تزعلك، واسمع صوتك المره الجايه. بصوا بقى المكروني انا هشيلها وهي كده. ليه بقى انا هشيلها وهي كده؟ هي استوت عشان تفضل فيها شويه صوص تحتفظ بيه، ان هي كل ما بتقعد بتتشربه. فاسمحوا لي الاول اقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم، اخد الملقاط. محمد انا عايزه اهو لقيته خلاص، تسلم ايدك. بسم الله هاخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نعمل كده، بسم الله. ده مكرونه دي من الحاجات السريعه، بس والله لو حضراتكم جربتوا طعمها، هي اي نعم ما فيهاش لحمه وفراخ، بس عايزه اقول لكم قد ايه طعمها جميل. بسم الله هعمل كده، واسمحوا لي هاخد حبه كمان هنا من اللي فيهم الصوص دول. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده. شايفين لونها؟ شايفين الصوص بتاعها جميل ازاي؟ لانه يعني اتشربت كويس، استوت في يعني في المنكهات دي وفي الصوص بتاعها. نقدمها بقى هناك كده، وطبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، حطها هنا ونبدا بقى نكمل. احنا عملنا ايه في التشيكن ستريبس بتاعتنا؟ حطيت كل التوابل اللي قلت لحضراتكم عليها وغلفتها كده عشان يبقى الفراخ. الله تسلم ايديكوا والله، تسلم ايديكوا بجد. هرفع بس هنا المكرونه، واسمحوا لي بعد ما عملت كده البقسماط، اولا انا بحطه في الثلاجه ما بحطوش بره. اولا السقعيه بتاعت البقسماط لو انتم مستعجلين تلاقوا كده الخليط مسك معاكم، لو بتعملوا بانيه بتعملوا حاجه هتبقى رائعه. طيب هاخد مع البقسماط ده انا شويه دقيق، هطعمها بشويه دقيق، ومع شويه الدقيق بحط مع البريدنج ده مطعمات، يعني البهارات بتاعه الفراخ، وشويه زعتر، ورشه بسيطه من الفلفل، ورشه بسيطه من الملح، واقلب الخليط الحلو ده. طب لو انا عايزاها صحيه هعملها بدقيق الشوفان وهدخلها الفرن، هرشها بالزيت ومش هحمرها وهدخلها الفرن، وتطلع ان شاء الله رائعه جدا. ده عشان شوفوا انا نكهت البقسماط ازاي، اللي عايز يضيف شويه توم باودر هنا ماشي، اللي عايز يضيف شويه بابريكا هنا ماشي، تقدروا تطعموا البقسماط بتاعكم، بيدي طعم وتيست رائع جدا للحاجه، حضراتكم هتتبسطوا منها جدا. والحقيقه هو لما بيبقى الخليط الخارجي ده ليه طعم، بيبقى الحاجه سبحان الله
يعني بتستطعموها قوي، غير ان انا بتبل الفراخ صح. هاجي بقى بصوا الفراخ بعد ما اتبلت اهي، هاخد كده الخليط اللي احنا عملناه بالبيض واللبن، هقلبه تقليبه، حطيت فيه رشه ملح وفلفل فقط، ممكن يبقى خليط بيض ولبن بس او يبقى خليط زي ما اتفقنا بيض وميه. طيب هنزل الفراخ كده هنا، شوفوا اتغلفت ازاي باللونها ازاي مختلف لها اتشربت التتبيله. وبعدين هنزل هنا من البقسماط مع الايه؟ مع الدقيق حبه صغيرين. خلاص بقسماط بحب اسقعه زي ما قلت لحضراتكم، واقدر اعمل منكه شويه بقسماط كده، انكههم بشويه دقيق واشيلهم في الثلاجه، في درج الثلاجه او في الفريزر ما يجراش حاجه، وقت ما عاوز اطلع على طول الايه البقسماط احطه واستخدمه. واذا تبقى مع حضراتكم شويه، مثلا انا دلوقتي بعمل اهو مثلا ستريبس، اتبقى معايا شويه بقسماط، هروح نخلاهم وهروح حطاهم في علبه او في كيس وهحطهم واكتب عليهم ان ده بقسماط بتاع فراخ، عشان لو انا بعمل حاجه ثانيه باللحمه ما ينفعش استخدم اللحمه مكان الفراخ. خلاص يبقى انا عندي كده كيس، اجي اطلعه ثاني واضيف عليه. ادي كده الايه؟ التشيكن ستريبس. بسم الله، خلينا نشوف كده عشان الزيت كان سخن اهو. اهو. وتعالوا نقول مقادير الكاليماري الاستاذه منال الغاليه علينا. احنا معانا كيلو كاليماري هتجيبيه بس ما يكونش متقطع، ما يكون زي ما هو، زي القرطاس متنظف بس من جوه. هنحط معاهم 3 كوبايات رز مغسول ومتصفي، بصلتين كبار مفرومين، عندنا طماطم مضروبه في الخلاط حوالي 4 طماطمات، عندنا خضره بقى مشكله، عندك شبت، عندك بقدونس، عندك كزبره، عايزه تحطي كزبره وبقدونس بس براحتك مفرومين ناعم، عندنا معلقه كبيره من الصلصه، عندنا كمون، عندنا بابريكا، عندنا توم باودر او توم فريش لو عايزه، وملح وفلفل. كل دي حاجات جميله، خلطه رائعه تقدري تعملي بيها الايه الوصفه بتاعتك او الطبق اللي انت حباه يا استاذه منال. بصوا بقى، طبعا انواع البقسماط برضو هنا خليني اقول لحضراتكم بتختلف، في بقسماط بيبقى لونه غامق شويه يعني العيش نفسه بيبقى اتحمص زياده، وفي بقسماط بيبقى فاتح. خلاص انا هاخد بقى، بصوا عشان تبقى جوسي يعني السخونيه دي انا طلعتها اهو، خدت اللون وتمام، وبعدين هسيبها بقى في السخونيه اللي باقيه دي عقبال ما بتبرد بتكون استوت لو فيها حاجه كده ولا كده، وطول ما هي ما بتطلعش صوت السوائل اذا هي خلاص استوت، لو طلعت سوائل يبقى هي لسه محتاجه تاني. انا هعمل كده كام واحده مع حضراتكم اهو، وهزودها على الطبق بتاعي، واسمحوا لنا هنطلع استراحه ونرجع نعمل وصفه جميله للكبار والصغيرين، ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم ونقدر كمان نحتفظ بيها في الفريزر من الكيكات السريعه لكن الراقيه وبرده مشهوره جدا في المطاعم والمحلات اللي بنقعد فيها. نطلع لاستراحه ونرجع نستكمل مع حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. انا عملت بقى يعني احنا عملنا كده كميه زي ما اتفقنا فيها الرقائق الذره الخاصه بالاطفال، عملتها مع الدقيق وطحنتها، عملنا منها النسخه اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي، ودلوقتي عملتها بالطريقه التقليديه اللي فيها دقيق وبقسماط، وبرده هوريها لحضراتكم. الطريقه اللي تريح حضراتكم يعني ما فيش مشكله استخدموها. طيب هنيجي بقى هنا، خليني اقفل دي، نبص بص على بسم الله على البطاطس. بصوا الله، يا نهار ابيض حلوه قوي، بصوا كده يا نهار، بصوا كده واو. شايفين؟ هنقدمها دلوقتي، يلا بينا. روعه وريحتها اروع، الله. هناخد بقى البطاطس القمر دي ونقدمها. طيب خليني اخد الطبق ده كنا نقدم فيه البطاطس بتاعتنا، وبعدين نتكلم على الوصفه اللي ايه قلنا لحضراتكم عايزين نعملها مع بعض. ممكن ناخد كده بيه، الله ريحتها تجنن، بسم الله. في ناس بقى تحب مثلا يعني اذا هي ما بتظبطش قوي، بس طبعا هي في الفرن بصوا مظبوطه جدا، اذا هي ما بتظبطش او عايزينها اسرع يعني، بس هي ما خدتش وقت، هي زي ما حضراتكم شايفين من اول الحلقه وشوفوا احنا بدانا فيها والحمد لله الدنيا جميله ازاي. تقدروا بينزلوها كده بلانشيه في ميه سخنه بتغلي، وبعدين يروحوا ايه مطلعينها
وبعدين يعملوا لها بقى الطريقه دي ويدخلوها الفرن. انا بصراحه مش مع الطريقه دي، يعني ايه بقول احنا مش مضطرين، ما احنا بنسويها في الفرن على طول، مش محتاجين يعني ان احنا نعمل الخطوه دي خالص. فبتبقى كلها في الفرن حاجه جميله جدا، وايه وما بتاخدش وقت معانا وصحيه. وعملناها بزيت الزيتون وعملناها بالمنكهات اللي حضراتكم شفتوها كده بالشكل ده، فايه اتمنى تنول اعجاب حضراتكم. جربوها بقى للولاد، حط لهم بقى صوصات، اهم حاجه تبقى صوصات يعني ايه صحيه هي كمان. اطلع لحضراتكم الطبق هنا وانضفه كده هنا من الحروف. شوفوا بقى التتبيله دي جميله ازاي، كركم بيدي لون كده حلو ازاي لل، احنا حطينا كاري، سوري، حطينا له بقى كاري بيدي طعم حلو ويدي لون حلو ازاي زي ما حضراتكم شايفين. الله الله، انها تتحدث عن نفسها. طيب هنبدا بقى نشتغل مع بعض. الله تسلم ايديكم والله بجد، انا شخصيا بحبها قوي، بحبها في البيت. وتقدروا زي ما قلت لحضراتكم اي توابل انتوا حابينها توليفه اعملوها، اساسي فيها الثوم والبصل باودر مع البابريكا، ضيفوا بقى الزعتر، ضيفوا الزعتر كمان بيدي طعم حلو، ضيفوا معاها بقى اي حاجه ثانيه انتوا عاوزينها. خلينا نحطها هنا اهي، وايه وبالصحه والهنا على قلب حضراتكم. هنعمل دلوقتي وصفه من الوصفات اللي هي برضو محببه دايما في الصيف، لما بنروح نلاقي يا المولتن كيك يا البراونز، اكتر اتنين موجودين مشهورين قوي، او الشوكليت كيك بالصوص برضو مشهورين قوي في المطاعم في الكافيهات. وتلاقينا بنطلبها ومتبقاش يعني حلوه، لانه في الاخر هي جايه له جاهزه وهو بيحطها في الفريزر ويطلع يسخن في الميكرويف. فخلينا نبدا نقول وصفه للبراونز نعملها في البيت بطريقه لطيفه سهله، والميزه فيه ان نقدر نشيله في اطباق فوم ونحط ونغلفه ونشيله في الفريزر وقت ما نعوز عندنا ضيوف مفاجاه، ناخد القطعه سخنها في المايكرويف ونحط عليها بوله ايس كريم وصوص شوكولاته وتتقدم رائعه. يلا بينا. حاضر يا فندم. انت تؤمر والله يا استاذ ابراهيم، مخرجنا يعني من حقه بصراحه، راجل يعني ما بيجيش يقول لنا على حاجه بس هو بيحب حاجات معينه. طيب هنخليك تجرب معانا ان شاء الله. حاضر يا فندم. نادر. حاضر يا فندم. حاضر. انت تؤمر يا فندم. مقاديرنا. حاضر، يلا بينا نقول المقادير. طيب مقاديرنا بسيطة جدا، عندي ثلاث بيضات، عندي معلقة فانيليا، عندي كوباية ربع من خليط الزيت أو من الزيت النباتي. عايزين تحطوا من خليط الزيت ده أو من الزيت ده مع قطعة زبدة ماشي، بس أنا عاملاه بالزيت خفيف. عندنا نص كوباية من الكاكاو الخام، الكاكاو اللي اتباع عند العطار، كاكاو الأسباني. عندي كوباية دقيق أبيض أو دقيق شوفان لو عايزينه صحي بقى يعني درجة كبيرة. عندي معلقة كبيرة بيكنج باودر، وعندي رشة ملح. طبعا السكر تقدروا هنا لو عايزينه يبقى لايت او دايت، مش هتستخدموا بقى السكر ده، استخدموا سكر الدايت اللي بيدخل على السخن. مهم جدا نوع سكر الدايت اذا حضراتكم هتستخدموه يكون من انواع السكر اللي بتدخل على الساخن، علشان السكر اللي بيبقى مش كل انواع سكر الدايت بتدخل على السخن، بتدخل الافران في حراره عاليه. طيب هعمل كده، بسم الله. بيضه بيضه، معلش بحب اتاكد من البيضه، السنه البيض ده بخاف منه جدا في الصيف، بترعب لانه هو تعبه وحش قوي، الله قدر الله تعبه سيء يعني. بصوا كده كده، بسم الله كده. حاجه هنا خليني اشيلها كده، هي من البيضه نفسها بس ماشي هشيلها، لازم تتشال بدي، استحاله اعرف اشيلها بحاجه تانية غير دي كده. ايوه، احط البيض وبعدين الفانيليا اهي، وبعدين خليني اقلب الاول تقليبه كده بالويسك الصغير ده ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، احط بقى دول كده قدام. وهاخد شوية السكر، كوباية واحدة بس كفاية كده، ندوب بس السكر كويس. في
دي بقى البوله الثانيه هحط المكونات الجاف، هحط الكاكاو، نقلب بس تقليبه حلوه كده، هحط الكاكاو بسم الله الرحمن الرحيم، الخام نص كوبايه. عايزين ننزل اللازانيا لمحمد يا ندى. احنا عملنا اللازانيا، نزلها لك يا محمد. اهم حاجه انا في اللازانيا ما بسلقهاش، جيب نوع كويس، هو في نوعين في السوق كويسين قوي من انواع المكرونات المتعارف عليها اللي احنا بنستخدمها دايما، فانت جيب واحد منهم علشان النوع ده هو اللي احنا ايه جربناه، واللي انا يعني شايفه ان هو ما بتبقاش مهما استوت ما بيبقاش فيها العضه دي، ما بتبقاش حاسس ان المكرونه يابسه ناشفه يعني، فدول كويسين. هنحط البيكنج باودر، عندي رشه الملح مهمه جدا، وهنقلب المكونات الجافه كده مع بعض كده. هنشيل بقى دول، واحنا حطينا هنا حطينا البيض، حطينا الفانيليا، حطينا السكر. هبدا انزل بالزيت شويه شويه مع الخليط مع التقليب بسم الله، وشوفوا بسيط نعمله واحنا قاعدين، مش شرط يعني يكون ايه في خليط يعني حاجه يدويه يا مضرب ولا مثلا عجان، اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين الخليط، تسلم ايديكم، بصوا يوصل لانه يبقى زي المستحلب كده، وبعدين هبدا اضيف بسم الله الرحمن الرحيم شويه شويه كده. خلوا بالكم البراونز غير الكيك، عشان كده في نسبه دقيق قليله، فاحنا يا دوب بيبقى بارتفاع سنتي او سنتي ونص على الاكثر في الصاج بتاعه عشان بيبقى رقيق، هوري لحضراتكم دلوقتي هتشوفوه ويبقى رائع. طبعا الكاكاو بيتباع عند العطار، الكاكاو الاسباني، كاكاو الخام ده فوائده كتير جدا، احتفظوا بيه في الفريزر لانه طعم كطعم كمان هو طعمه حلو وفي نفس الوقت صحي كده. شايفين بدا يبقى الخليط كده، نحط بقى بقيه الايه، انا حاطه دقيق شوفان، لكن حضراتكم لو عايزين تستخدموا دي ابيض اوكي، بس على فكره دقيق شوفان طلع طعمه رائع جميل. نشوف بس الكاكاو، اوكي بصوا كده ماشي يا نوزي، مقادير اللازانيا. خليني بقى ايه انزل كده، وهاخد مع حضراتكم سباتشيلا كده بسم الله، هبدا اقلب فيها كده بشكل دائري عشان ايه، وبجهز اي صينيه عند حضراتكم هي تمشي، ممكن تبقى 20 في 20، ممكن تبقى 40، ممكن نقلل السكر، لسه قايله اهو انا يعني لسه قايله، انت كنت اكيد بتتكلم مع حد في الكنترول عشان كده انت ما سمعتنيش. لسه بقول ان السكر ممكن نقلل نسبته، دي حاجه ترجع لحضراتكم، حطيت كوبايه، لا الزيت ممكن يبقى نص كوبايه، ممكن يبقى نص كوبايه يعني، ممكن نقلل نسبه الدهون برده ما فيش اي مشكله خالص. طيب هاخد كده، انا جايبه بقى بايركس او صينيه او صاج زي ما انتم عايزين، مربع اهو المقاس ده، لازم ادهنه كده نقطه واحده بس من الزيت، نقطه، عايزين تحطوا فيه ورقه زبده هيبقى احسن واحسن يعني افضل، اذا الفرن حامي او مش ضامنين لحسن تلزق ولا حاجه، او هنبطنها بالكاكاو زي ما قلت لحضراتكم لو تفتكروا اي كيك شوكولاته نبطن بدل الدقيق كاكاو عشان يطلع نفس اللون، لان لما تستوي الكيك وانا مبطنه بالدقيق الابيض بيطلع كده لون ابيض فوق الخليط بيبقى شكله وحش قوي، لكن لما بيبقى بني بالعكس بيتفاعل معاه بيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى كمان شكله حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، حط كده اهو، اهي كميه كده زي ما حضراتكم شايفين، ما بيبقاش عالي قوي زي الكيك، خلاص اهو يدخل على حراره 180 على الشبكه في النص، ما بياخدش وقت كتير، ربع ساعه 20 دقيقه على الاكثر على حسب درجه حراره الفرن اهو كده زي ما حضراتكم شايفينه، وبعدين هدخله الفرن هياخد مثلا زي ما قلت لحضراتكم الوقت اللي احنا اتكلمنا فيه ربع ساعه ثلث ساعه بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وهيطلع معانا
اما بيطلع بسيبه يهدى خالص ويبرد، وبعدين ابدا اشيله اقطعه بسكينه شكل طويل، وبعدين مربعات. احنا مقدمينه هنا مع صوص شوكولاته. دي السماكه بتاعته، بيطلع يعني بالسماكه دي. طبعا القطع ممكن تبقى اصغر من كده، بتبقى صغنونه خالص، لكن على يعني اللي عايز بقى يقطعها قطع كبيره مفيش مشكله خالص. والنهارده عملنا كيك البراونز، بصوا بطريقه بسيطه وسهله ازاي. حطينا عليه صوص شوكولاته خام، بتعمل زي ما قلنا من اللبن والكاكاو او شوكولاته خام، بنقطعها ونحطها على البخار فقط لا غير. عايزين تعملوها جناش شوكولاته، حطوا 200 مللي من الكريمه على 250 جرام من الشوكولاته الخام. سخنوا الكريمه الاول في طاسه، بعدين حطوا الشوكولاته عليها وارفعوها من على النار ودوبوا فيها لما يبقى الجناش. بس يعني هو بسيط قوي، تقدروا تعملوه في البيت بسيط. وشوفوا بولت بقى ايس كريم على البراونز ده متسخن وصوص شوكولاته سخن، تطلع رائعه كانها زي ما بتاكلوها بره واحلى. طيب معانا اللازانيا عشان خاطر محمد. اللازانيا معاك يا محمد اهي، باكت من اللازانيا. طبعا انت مش هتستخدم الباكت كله، الباكت ده كبير على بايركس كبير، هيبقى كبير يعني هيتبقى منه معاك شويه. انت هتعمل طبقه 2 3 4 طبقات من اللازانيا، هيبقوا تقريبا 3 شرايح او 4 على حسب البايركس بتاعك. على جنب بتعمل عصاج عادي جدا. بس اللازانيا بس اللازانيا معانا نص كيلو مثلا من اللحمه المفرومه، عندنا زيت وعندنا بصل مفروم وعندنا ملح وفلفل وعندنا بهارات اللحمه وعندنا رشه من الفلفل، قرفه بسيطه، وممكن تحط روزماري، ممكن تحط ريحان. التطعيمه دي بتاعت اللازانيا. البشاميل، بشاميل بسيط، عندنا حوالي 3 معالق كبار من الدقيق، يعملوا يعني نص كوبايه 3 معالق كبار. عندنا 3 معالق كبار من الزبده، او لو عايز تكتر براحتك، بس هو دي قد الزبده عشان تبقوا بس عارفين. لا خلوه هيبقوا ظبطوها بقى. طبعا 3 و3، المعلقه معلقه دقيق زبده، معلقه دقيق، معلقه دقيق، معلقه زبده. طيب وعندي كمان اللبن لتر، هنحط لتر من اللبن او لتر وكوبايه، يعني 5 كوبايات. هنقلب على النار كده لحد ما يبقى خليط بشاميل بالراحه ونار هاديه، وتقلب كويس. وبعدين تحط رشه ملح وفلفل ورشه من جوز الطيب، وبعدين بتحط طبقات اللازانيا وهي جافه ما بسلقهاش. لو عايز تسلقها يبقى هتسلق كذا 3 شرايح في الميه، بتغلي معاها زيت ورشه ملح، هتطلعها على صاج في شويه ميه وشويه زيت وتفردهم كده لحد ما ترصها، وان شاء الله تطلع معاك مظبوطه باذن الله. اسمحوا لنا بقى، احنا هنروح لفقره مميزه معانا، فقره طبيه بناء على طلب حضراتكم. معانا دكتور ايمان المراكبي، استاذ طب المخ والاعصاب وطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. اسمحوا لنا نستقبل ضيفتي ونلتقي مع بعض في الفقره اللي جايه ونشوف اسئله حضراتكم واجابتها.